الكل تبحث عن المصالح أستاذ حسن. نعم. بس الخارطة الآن ضايعة. ضايعة. ماكو خارطة لتحالفات سياسية ممكن تسوي شراكة أو توافق لإنتاج حكومة أو أو حكومة أغلبية لدعي لها تيار. قبل شوية طلعت الفيديو مال كل دولة بالزورق والزورق مربوط وكلها بالمجاديف تجدف يعني، ومع هذا الزورق بيتحرك. احنا نفس الشيء الان، هذا احنا الان بزورق والزورق متوقف مربوط وكله تجدف. وين ما تعرف البوصلة وين يعني. اخر اشياء انه احنا لا يمكن التنازل عن حصتنا عن مقاعدنا. احنا لازم نشكل الحكومة، تيار صدري، احنا لازم نشكل الجسم. احنا الكتلة الاكبر بالقانون، يقول الكتلة الاكبر هي الكتلة اللي فازت بالانتخابات، مو بعد تشكيل، بعد فوزها بالانتخابات تشكيل يعني، ها يعني كلها مظاهرات. وانت تعرف القانون والشيخ يعرف القانون. الان وصلنا الى مرحلة الفوضى. الفوضى لازم يعني كل الامور تقول لك احنا مشروعنا العراقي الان مشروع مكمل لمشروع طلبان بالقضية اللي يعني اللي ما اتصور. لا بالقضية الفان. بالقضية اللي تفهمها يعني، احنا نفهم اكو فد اشياء يعني. طلبان جت احتلت ايران بيوم واحد. احنا مشروعنا افغانستان قصدي. هذا الموضوع احنا بي اكو مضاربات، بي اكو فد اشياء، بي اكو خيوط، بي اكو يعني. احنا مثل ما نقول ماكو دول اقليمية قاعدة تتامر على العراق، اكو تامر على العراق، اكو دول، كل الدول. العراق يظل بي كل الدول، كل الدول ملعب الصراع بين القوى السياسية الشيعية. لا 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 ابدا. والله ابدا يعني. انت تحكي هذا ملعب صحيح، بس هم ليش تشكيل الحكومة، ليش سووها بهذا الموقف، ليش سووا بالمكون الشيعي هذا الموضوع انه لازم هنا تصير اكو فد حرب، تصير اكو فد اشياء، تصير هذا يعني. هواي اكو امور، عده امور يعني. انا افهم انه اذا ما صار توافقات والكل يعني تهدأ يعني او تعلن النتائج وبرضات الجميع يعني، اعتقد الصواريخ مو بالخضراء، مو صواريخ بالخضراء، بكل بغداد وكل العراق اكو صواريخ. ومحاولة الكاظمي كانت حقيقية لو والله محاولة الاغتيال. يضحك الشيخ والله مو يعني الرجال شو يريد يقول، يقول مسلسل يعني اكو صاروخ وجه ضربني يعني. لا مو يقول لك، يقول لك انه هو جزء راد جزء امنيا يرضي اطراف على مستوى نتائج الانتخابات حتى يعني يحقق ولاية ثانية بالمرحلة على المقبلة. كل طموح هسه قال الشيخ، كل واحد عنده طموح يصير يصير رئيس وزراء ويصير برلماني ويصير هاي. بس ما اعتقد هذا المسلسل والسيناريو بي اكو فد اشياء يعني. اكو طرف ثالث يعني، يعني ممكن هذا الطرف الثالث اللي ما هذا هذا وين رجعنا، هذا الطرف الثالث هو المؤامره يعني. اذا احنا صح تعبير هذا، بس انا اكو يعني احنا كثير من السياسيين والمحللين السياسيين حكوا على سيناريوهات كبيره جدا يعني تحدث بالعراق يعني. يعني اكو سيناريو الحرب ما ادري شنو، سيناريو يصير حكومه طوارئ ويتولاها فلان ويتولاها فلان. كان مرشح السيد فاق زيدان ضمن المرشحين اللي رئاسه الوزراء، انسحب الرجال ما له علاقه الرجال. قال لك انا رجال، انا رئيس مجلس قضاء يعني، انا مو مال هاي المواضيع اللي اصير بها انا رئيس وزراء وادخل بالسياسه وادخل بالعاده. طيب يعني الرجل حاول التهدئه وحاول هواي يعني من المرشح. شوف احنا عندنا مشكله كبيره، وكون هناك تفاوضات اكو تفاوضات طبعا. انت صعدني، صعد ليش كم صوت عندي، صعد المقاعد، انطيني فلان. هو الحرب على اليمن، الحرب على اليمن، الحرب على المناصب، على المناصب اخي مو المقاعد، على المناصب.